السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. معاكم مطبخ ومنوعات ماريا. ان شاء الله كده هنعمل مع بعض حلوة كده سريعة وجميلة ومفيدة للأطفال ان شاء الله بإذن الله. يلا بينا. قبل ما نعمل كده ما تنسوش اللايك يا جماعة لو سمحتوا، انا زعلانة خالص، مفيش حد بيعمل لي لايكات خالص، ما ينفعش كده، الواحد بيتعب في الفيديو والحاجات دي عشان اوصل لكم كل اللي بنقدر نعمله، فالمفروض يعني اقل ما فيها تجازونا باللايكات، واللي ما اشتركش في القناة يشترك، يعني شجعوني عشان القناة تستمر. عايزين اللايك ده يوصل حتى ال1000 لايك وان شاء الله. يلا بينا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معانا بيضة، هنحط بيضة نضربها كويس. معانا معلقتين سكر كبار، هما يا دوب المعلقتين. معانا معلقتين ميه، حط فانيليا، كيس فانيليا او ربع معلقه، ثلاث معالق زيت، تربع كوباية دقيق منفول طبعا زي ما انتم شايفين كده، هنحط عليهم معلقتين كبار بيكنج بودر، هنقلبهم كويس كده، هنحط عليهم كوباية لبن بودر، حليب بودر، هنقلبهم كويس، هنقلب الخليط كويس، بعد كده هنحط عليه خليط البيض والسكر اللي احنا عملناه، هنقلبها كويس، نخلطها مع بعضها كويس كده، هنعجن عجينة كده كويس. دلوقتي كده ايه العجينة خلصت معانا زي ما انتوا شايفين كده، لميناها كده اهي. هنعمل ايه بقى؟ اقول لكم هنعمل ايه. هنتركها ايه، هنسيبها ترتاح شوية كده، هنغطيها بالاسترتش، هنسيبها ترتاح شوية كده، نغطيها بالاسترتش ونسيبها ترتاح شوية كده 5 دقايق مش كتير، ونرجع لها. كوبايتين سكر زي ما انتم شايفين كده، نفس الكوباية هنحط كوباية ونص سكر، وبعدين هنحطه يغلي حد يغلي شوية كده، وبعدين نحط عليه ربع معلقة فانيليا وكده ونسيبه يبرد. ده بالنسبة للشربات. بالنسبة للشربات عفوا، كوباية ونص مية وكوبايتين سكر. ودلوقتي الشربات غلي زي ما انتم شايفين قدامكم اهو،
وهنحط عليه فانيليا يعني ربع معلقة كده او كيس صغير. خلاص كده الشربات خلص، هنتركه ايه يبرد. ودلوقتي عدى حوالي 5 دقايق هنعمل ايه، هنجيب زيت نحطه على ايدينا كده، ندهن ايدينا زيت وهناخد كده ونعمل دوريات كده حجم الليمونة كده شايفينها. دلوقتي سخنا الزيت وهنبدأ ايه نحطها في الزيت زي ما انتوا شايفين كده، نحطها واحدة واحدة. طلعناها من الزيت، هي بتحمر بسرعة بسرعة يعني ايه ما بتلحقش. طلعناها من الزيت وهنسيبها في الشربات، هنسيبها في الشربات بتاع ايه بتاع 5 دقايق كده، هنسيبها في الشربات بتاع 20 دقيقة. ودلوقتي طبق الحلويات خلص، ايه رأيكم بقى؟ بس شكله حاجة فوق الخيال وطعم مفيش كده، ما شاء الله جميلة جميلة والله جميلة بجد. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوناش في اللايكات يا جماعة، في رعاية الله.